تحياتي إلى جموع صيادلة مصر، إلى الجموع التي اتحدت وثابرت وأنجزت في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها مهنة الصيدلة. وأمام وقفة حضارية لصيادلة مصر تعاطف الشعب المصري معه، ومع تدخل قيادات مصرية مسؤولة مع مطالب الصيادلة العادلة وما بذل من مجهود ومفاوضات أدت إلى الاستجابة إلى مطالب الصيادلة الرئيسية. ده كانت الدباجة الرئيسية للإعلان أو البيان اللي خرج من 10 دقائق بس، ربع ساعة بالكتير، من النقابة، من القائمين على نقابة الصيادلة، بعد تدخل شخصيات كثيرة جدا وعلق إضراب الصيادلة. مصر عاشت يومين امبارح والنهاردة في إضراب لكل الأجزخانات والصيدليات اللي موجودة في ربوع الجمهورية، جمهورية مصر العربية، إضراب تجاوب معه أكثر من 98% من الصيدليات. أزمة كبرى، ربما البعض يعتقد أنها أزمة عابرة، مشكلة من الممكن أن تطول والصيادلة يضربوا دماغهم في الحيطة، إنما من الأمس إلى اليوم كان هناك عدد كبير من التحركات من شخصيات كثيرة جدا على مستوى وزراء ومن جهات سيادية في الدولة. حصل اجتماعات جانبية ما بين وزير الصحة وزير المالية، حصل تفاوض مع نقابة الصيادلة، وبعض المطالب بعض الجهات الأمنية كمان حاولت تتوسط، وبعض الشخصيات من قلت مؤسسات سيادية. إنما في النهاية كان الإعلان الرسمي، البيان اللي أطلقته نقابة الصيادلة من ربع ساعة بتعليق الإضراب. الحقيقة إنه البيان فيه نقاط كثيرة جدا، أهم حاجة ممكن تتقال قبل ما نعمل مداخلة تليفونية دي هو إنه المطلب أو المظلمة الرئيسية للصيادلة بخصوص محاسبتهم بأثر رجعي، هذه هي النقطة الأولى اللي تم التجاوب معها، لأنه نصا الاتفاق على تجاوز السنوات السابقة من 2005 إلى 2008 وعدم تطبيق أي أثر رجعي عليها ومعاملتها وفق الأسس التي تقدم بها الصيادلة، التي قدم بها الصيادلة إقراراتهم الضريبية. في كمان بعض النقاط الأخرى لها علاقة بالاجتماع اللي هيحصل بكرة ما بين وزارة المالية والصحة والصيادلة في كيفية وضع أسس لما هو آت من 2009 فما فوق، إنما اللي فات لن يؤخذ الصيادلة بالطريقة التي أرادتها مصلحة الضرائب المصرية وعلى رأسها المدير أشرف العربي. أهم حاجة إنه الصيادلة قالوا إنه الإضراب معلق إلى أن يتم وضع صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف. معانا على التليفون دكتور عبد الله زين العابدين، أمين صندوق نقابة الصيادلة. أهلا يا دكتور عبد الله. اهلا بيك يا فندم. نقول مبروك. فعلا هو يعني تتويج لجهد مشكور للصيادله في الحقيقه، قاموا به خلال يومين اللي فاتوا، واظهروا ان هو فعلا مجتمع حضاري، مجتمع متطور، يستطيع ان يعبر عن مشكلته بطريقه حضاريه مزهقه. يعني يا دكتور عبد الله، انا عارفه انه من امبارح صباحا وفي مساعي وفي محاولات لاقناع القائمين على النقابه انه طب مشي، يعني وقفوا الاضراب واحنا ان شاء الله نوعدكم انه 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 الامور تتحسن، وكان موقف النقابه متمسك جدا بانه لازم يكون في حاجه صلبه، حاجه حقيقيه حتى يتم وقف او تعليق الاضراب. ايه الحاجه الحقيقيه اللي قدمت للنقابه اليوم وجعلتهم على قناعة بأن المسألة رسمية ولا رجعة فيها؟ الحقيقة يعني جهد قام به السيد وزير الصحة للتواصل بين وزارة المالية والنقابة، ويعني اتفاق هو ضمنه شخصيا، واحنا طبعا بنحترم السيد وزير الصحة ونحترم هذا هذه الضمانة، على أساس ان كان مطلب الصيادلة تحديدا ان عدم تطبيق عدم الغاء الاتفاقية السابقة بأثر رجعي. وده تحقق ان هتتم محاسبة الصيادلة من سنة 2005 ل 2008 على أسس الاتفاقية السابقة كما كان، وسيقدم الإقرار الضريبي عن 2008 على أساس الاتفاقية. يعني حضرتك بتقول إنه التسوية دي كانت على يد وزير الصحة بالأساس. نعم. طيب هل صحيح إن وزير المالية اتصل بالنقابة أو ببعض عناصر النقابة واعتذر عما بدر من رئيس مصلحة الضرائب؟
نعم حصل اليوم الاتصال من الدكتور يوسف بطرس غالي مع الدكتور وكيل النقابة الدكتور محمد عبد الجواد وقدم اعتذار في الحقيقة لأشخاص نحن لأن كان يعني أهين وفد مجلس النقابة اللي زار رئيس مصلحة الضرائب لكن في الحقيقة فيه حق للصيادلة وهو إن رئيس مصلحة الضرائب أهان للصيادلة جموع الصيادلة بقى ووصفهم بالكذب وغير ذلك من الأوصاف ده موضوع له يعني مجال آخر ويعني مش موضوعنا الآن لكن احنا أمام قضية يعني دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حادث وكيل النقابة واعتذر وبنقبل اعتذاره في الحقيقة احنا يعني مطالبين ان احنا نقبل اعتذاره ولا نرده طبعا اعتذار على عيننا وعلى رأسنا. طيب انا سمعت ان حضراتكم بتحاولوا بكل الوسائل الممكنة ان انتوا تنشروا البيان اللي زي ما قلت طلع من وقت قصير قوي وتعلموه لكل صيادلة مصر عشان الأجزخانات بكرة الصبح تبقى مفتوحة. بتستخدموا أي وسائل تليفونات ولا فاكسات ولا إيه؟ احنا في الحقيقة يعني لسه منتهيين من مؤتمر صحفي الآن تون أعلننا فيه هذا البيان. تم الاتصال بالنقابات الفرعية كلها الآن ولإبلاغها بالبيان. تم إرسال SMS لكل الصيادلة طريق تليفون لإبلاغهم بهذا وما زالت الاتصالات جارية وهو الموضوع تعليق الإضراب لحين انتهاء مفاوضات النقابة مع وزارة المالية والوصول إلى صيغة يعني مرضية لجميع الأطراف إن شاء الله. دكتور عبد الله زين العابدين أمين صندوق نقابة الصيادلة أشكر هذه المداخلة وأعرف حالة الزحام والزخم التي تعيشها النقابة الآن لأنه الاجتماع دعي إليه على عجل. يعني اللي عرفنا لك بعد ساعة النقابة هتعمل اجتماع كان شيء على قدر كبير جدا من السرعة. أشكر حضرتك. زي ما قلت مصر النهاردة لليوم الثاني عاشت إضراب الصيادلة وده كان أول قطاع حيوي. خلينا نقول أنه مصر شهدت عدد من الإضرابات والتظاهرات والامتناع عن العمل في قطاعات مختلفة إنما لم يكن منها قطاع حيوي بهذه الطريقة. صحيح الأطباء مارسوا قبل كده إضراب إنما كانت كل الطوارئ مفتوحة كل عيادات ومنافذ الطوارئ الطبية كانت مفتوحة وبالتالي المواطن العادي لم يتأثر بشكل كبير إنما إضراب الصيادلة هو أول إضراب الناس ملايين الناس تحس به وتتضرر منه بشكل كبير جدا بل وتتألم.